الآب أعطانا ابنه بهاء مجده علشان يعطينا مجده. قصد الله من نحو الإنسان، قصد الله من التجسد، قصد الله من أن الذي تجسد هذا هو بهاء مجده، أن أعطى أنا مجده. هو ظهر في الجسد، ولما ظهر في الجسد كان بيعمل إيه؟ كان بيقول يصنع خيرا. يعني إيه بيصنع خيرا؟ يعني كان بيشع وبيمنح مجد الله عوضا عن خزي الإنسان. يعني إيه خزي الإنسان؟ يعني الإنسان اللي الله خلقه محترم وعلى صورته وعلى مثاله، بقي امرأة منحنية ما تعرفش تتعدل، ماشية وشها في الأرض لا تقدر أن تنتصب البتة. تعال أيها الإنسان، إيه اللي أحناك وحط وشك في الأرض؟ هذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان. أهو ده خزي الإنسان وخزي الخطية، أهو ده الواقع اللي أحضر إليه الشرير الإنسان بالخطية. أدي صورة الإنسان، ابن الله بيشع بمجد الله، تقابل مع الست التي أحناها الشيطان، أرسل عليها مجده، شع عليها بمجده بحياته الإلهية. نتيجة أن هذا المجد حل الرباط، قال لها كوني محلولة من ضعفك، من روح الضعف، فك القيد، أبرأها، شفاها، فانتصبت واستقامت ومجدت الله. الآن المجد يعلن. الرب يسوع قال للآب إيه؟ أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كيف مجد الآب؟ لما خلى المرأة المنحنية دي استقامت، هنا أعلن مجد الآب، أعلن حياة المجد التي في الله. يقول الكتاب أن ذاك أظهر لكي ينقض أعمال إبليس. يبقى في حياة تحت سلطان أعمال إبليس، في حياة مضروبة بالأمراض، بالانحناء، بالشقاء، بالحزن، ده كل ده أعمال إبليس. الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد، أي بالشرور، ولا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، ولكن كل واحد إذا انجذب وانخدع من شهواته. هو عايز يعطيني مجده، ولكن إعطاء المجد مش ما بيجيش بكثرة الصلوات. المجد بيتعطي إنك تشخص في المجد، تشخص، تتجه إليه. عشان كده بيقول له إيه بقى؟ أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني أن يكونوا معي. ليه؟ لينظروا مجدي. ينظروا مجدي ليه؟ عشان لما ينظروا مجدي يحصل إيه؟ يستلموا مجدي. لما يستلموا مجدي أبقى أنا فيهم ويبقوا واحد. الآب السماوي أعطانا ابنه بهاء مجده لكي يصير لنا مجد بيسوع، لكي نمنح مجد ابن الله المتجسد، لكي يفيض المجد فينا. مجد الله هو اللي هيشفي العيانين، مجد الله هو اللي هيحرر المقيدين، مجد الله هو اللي هيمسح البؤس من على القلوب الحزينة، مجد الله هو اللي هيخلي حياة أسر بأكملها عايشة في التعاسة تدوق الفرح. الناس بحاجة إلى مجد الله، مش علشان يشد حيله، لكن علشان مجد الله يقيمه.
علشان مجد الله يحل المجد في البيت البائس بدل المصيبة اللي هو بيصرخ منها، علشان مجد الله يحل الفرح يدخله بطريقة حسية وعملية إلى قلبه وإلى حياته، مش إن أقعد أقول له ما يصحش تزعل وأحمله أحمال عسرة الحمل جديدة. حاجة العالم إن أحمل ابن الله إليه، أن أعلن مجد الله، أسلمه مجد الله، أن أمتلئ من حياة مجد الله، وهذا المجد يمنح للنفوس وللأجساد قوة وفكاك وشفاء وتحرير. اشخص في مجد الله، اشخص في وجه يسوع. مشكلة أحبائي إن أنا قاعد أستنزف طاقتي في إن بصارع إبليس والخطية، وأنا حاطط وشي في وش إبليس، فالصراع ما بيخلص. ليه؟ لأنه بطارية عمالة تستهلك وما بتشحنش. الصراع ما بيخلص. والبطارية دي تشحن إزاي؟ تشحن بالشخوص في مجد الله. أم لما إبليس يجي أرفضه من غير ما أديله تركيزي، أنتحره من غير ما نزل عيني من على يسوع وحطها عليه، أخرجه حاجتي لأن عيني تبقى دائمة الشخوص في مجد الله، وأخذ كل حاجة معايا، أستأثر كل فكر وكل مشكلة وكل ضعف إلى طاعة المسيح، وأبقى أنا عيني عليه وبمسك سلاح البر ذات اليمين وذات اليسار، عمال أطرد الشرير، أنتهره عن نفسي وعن غيري، وأنا عيني على المسيح. إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة، يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.